بونسوار عن جديد وتحية لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا هلأ وتحية للأشخاص اللي بيكونوا أخذين أوراق يومية وهلأ ناطرين دورهم ناطرين حظهم لحتى يشوفوا إذا اليومية رح بتربحهم إن كان اليومية 3 اليومية 4 أو اليومية 5. قبل ما نبلش بسحب الليلة بدنا نرحب مثل العادة بعضو لجنة الرقابة ومندوبة وزارة المالية. أهلا وسهلا فيك عن جديد مدام مسلم. هلأ صار وقت تراقبي لنا اليومية. نبلش مع اليومية 3. أول طابة باليومية لليلة بتحمل رقم 5، طابة الثانية رقم 0، كمان 0، حلو الرقم 500. إذا في حدا بحب رقم 500 وثاقب إنه متكس هيدا الرقم باليومية 3 وطلب إنه يكونوا بالدور الأرقام يعني 500 ورا بعضهم، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 400 مرة، وإذا حدا متكس هول الأرقام طلب إنه يكونوا حيلا يعني مش ضروري يكونوا بهيدا الترتيب 500، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 70 مرة ليعرف قد ربحان. هلا بننتقل أنا وياكم لتاني سحب لشبكة اليومية 4. أول طابة رقم 3، كمان 3، طابة الثانية، طابة الثالثة 8، ومن بعدها 5، 3 3 8 5، والهن أرقام يومية 4 لليلة. إذا حدا متكس هول الأرقام أكيد بيكون ربحان، ليعرف قد ربحان، إذا بالدور متكسهم القيمة يلي دفعها بيضربها ب 400 مرة ب 4000 مرة، سبقتك بالمتصلحيلي، وإذا بالحيلا القيمة يلي دفعها بيضربها ب 150 مرة ليعرف قد ربحان. هلا بننتقل أنا وياكم لآخر سحب لليلة بشبكة اليومية 5. أربعة أول طابة، بعدها 6، عن الجديد 4، واحد، والطابة الأخيرة بسحب اليومية لليلة رقم 9، 4 6 4 1 9، كمان نفس السيستم ولكن هون عم نعلق أكثر بالجوائز. إذا بالدور القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 40000 مرة، وإذا بالحيلة القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة. خلصوا صحوباتنا لليلة، هلا بنرجع لعندك مدام تراز مسلم، لو سمحت تذكرينا بالأرقام تفضلي. سحب يومي رقم 390 لليوم الاثنين 31 تموز 2017. الأرقام الرابحة بالنسبة ليومية 3 5 0 0، يومية 4 3 3 8 5، ويومية 5 4 6 4 1 9. شكرا لك مدام سلمى. ميرسي لك زينة. نحن بنشوفك ان الله راد نهار الخميس. ان الله راد. لكل الاشخاص يلي ربحوا مثل العاده بنقول لهم مبروك، ولكل الاشخاص يلي ما ربحوا بنقول لهم بسيطه، لانه مع اليوميه كل يوم فيكم تجربوا حظكم، خاصه وانه المبالغ اللي بتدفعوها هي قليله، عم نحكي ب 500 500 ليره، 1000 1005 2000 2005 وماكسيموم 3000 ليره، انتم قرروا شو بدكم تدفعوا باليوميه، لانه ما بتعرفوا اي نهار الحظ بدق بيتكم وبتكون انت او انت الربحانه معنا بيوميه. انا بشوفكم ان الله راد بكره باليوميه، فيكم تتكسوا من اليوم
اليوم لبكره بكل مراكز لليبانيز دي جو، يعني محل ما موجود اللوتو فيكم تطلبوا انه تكسو اليومي، وما بتعرفوا اي نهار بتنقش معكم وبتربحوا بين ال 35,000 ليره وصولا لل 120 مليون ليره. وقديش حلوين انه تربحون هلا اول الشهر، يعني اول اب، لحتى ترجعوا تقضوا صيفية حلوة وما بتعرفوا. أنا بشوفكن إذن بكرة، باي باي. Clapping Hands Productions a l'honneur de présenter les Kids United en concert bien en vente dans toutes les branches du Virgin Ticketing Box Office. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلون بانك عبر الفيديو تشات. بلون بانك ريما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقي الانجل. أي ساعة بيفتحوا الفروع؟ يعني صوتك على صوت التي في. صوت شوي. لا ولا يهمك، خد وقتك استاذ. اليوم بلون بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها أي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. إي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. أحييكم من الـ LBCI، إليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. مسلحو النصرة ومدنيون يستعدون للترحيل والعملية أرجئت إلى غد. ماذا عن الاستعدادات في اللبوي؟ تتابعون في النشرة. الحريري من بعبدة، علينا أن نحمي اللبنانيين واقتصاد لبنان. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود و